بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي ظني أن المؤمنين يندرج فيهم بل في مقدمتهم المحامون والمحاميات، لأنهم أصحاب رسالة وينهضون حياتهم وينذرونها للقيام بهذه الرسالة. ينطبق عليهم الآية القرآنية التي وصفت فقالت: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الحاجة. هل هذا ينطبق على المحامي؟ الإيثار بدلا من الأثرة؟ نعم. إن لم يتحل المحامي والمحامية بالإيثار ما استطاع أن ينهض بهذه الرسالة التي يكرس فيها نفسه وعلمه ومعارفه ووقته وخبرته بل وحياته للدفاع عن غيره إزاء تهمة باطلة يمكن أن تهدد حياته أو تهدد حريته أو تهدد ماله، وإزاء حق ضائع يطالب به أو إزاء حق مهدد بالضياع نتيجة مطالبة غاشمة. المحامي حياته منظورة لغيره بهذا الإيثار، ومن أجل هذا العزة ينبغي أن تكون للمحامي وللمحامية. وهذه العزة لا تنبت من فراغ، لأن العزة والاعتداد إن لم يصادفهما قيمة داخلية مبنية على حصاد المعرفة والعلم والخبرة والإخلاص تكون أشبه بالغرور والسفسطة التي لا قيمة لها. يدلنا التاريخ على أن هناك في التاريخ محامون تحدث عنهم القرآن الكريم وتحدثت عنهم المدونات المسيحية. مثلا روى القرآن في قصة يوسف عليه السلام حينما راودته امرأة العزيز عن نفسه، فلما دخل زوجها ادعت كذبا أن يوسف هو الذي هم به، فتمسك بدفاعه واحتار العزيز. في رواية تقول نقلا عن الزوجة التي انحرفت عن واجباتها إنه راودها عن نفسها ودفعها، ويقول هو العكس. فيقيد ليوسف شاهد من أهلها يقول للعزيز، شوفوا بقى المحاماة الفن وكيف يستخدم المحامي الدليل الفني، انظر: فإن كان قميصه قد قد من قبل يعني من الأمام فقد صدقت وهو من الكاذبين، لأنه معنى هذا أنه كان يريد أن يهجم عليها فردته عن نفسه، مش كده؟ وأما إذا كان قميصه قد قد من دبر فقد صدق وهي من الكاذبات، بتشد عليها من إيه؟ هو بيحاول يمشي. عندنا في المسيحية وفي الإنجيل سيد المسيح عليه السلام حينما أتي إليه بمريم المجدلية واتهمها اليهود اتهاما غليظا ويريدون أن ينكلوا بها، انبرى المسيح عليه السلام للدفاع عنها فقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة
فليتقدم وليرميها بحجر. فانصرف. المحاماة مش بس أمانة، هي أمانة، بس علم، هي علم، ولكنها أيضا فن. الأستاذنا شوكت التوني رحمه الله مؤلف كتاب جميل جدا في المحاماة، عنوانه المحاماة فن رفيع. سمعت من زميلي الأستاذ حسين الجمال كيف يجب على المحامي أن يكون ملما بالقانون، وأن يكون ملما إلى جوار القانون بمجموعة عريضة من المعارف. عريضة يعني عريضة، يدخل فيها الأديان المسيحية والإسلام واليهودية، ويدخل فيها المنطق، ويدخل فيها الفلسفة، وفي مقدمتها تدخل اللغة التي يتناول بها دفاعه الشفوي والمكتوب. أن يلم بالفلك، أن يلم بالمناخ، أن يلم بعلوم الصيدلة، أن يلم بكافة فروع القانون، لأنه الدفاع لا يطرح على القاضي أو على محكمة إلا محملا بحجج قوامها هذه العلوم والمعارف المساعدة. لو انصرف المحامي عن هذه الموسوعية في بناء نفسه وبناء ثقافته ومعارفه، ما استطاع أن يبدع دفاعا قوامه الحجة والقدرة على الإقناع. هذكر لحضراتكم، يعني أنا بشتغل الجنائي يعني واخد مني مساحة كبيرة، وهناك زملاء بيشتغلوا في الجنائي يعني يقصر همه كله على الجنائي بالمعنى الضيق أو الحرفي، والدليل والاستدلال والتقرير الطب الشرعي والكلام على الحاجات دي يعني. فأنا قيض لي أن أوكل في قضية كانت بتحاكم أمام محكمة عسكرية عليا في الزقازيق في أواخر سبعينات القرن الماضي، وكان المتهم فيها ناظر ومدير مدرسة وبعض المدرسين وبتاع التربية الرياضية إلى آخره، والتهمة أنهم قد استولوا على ممتلكات للقوات المسلحة وتصرفوا فيها بعد هذا الاستيلاء وبددوها بأن باعوها. إيه القصة؟ القصة القوات المسلحة إبان الحرب الطويلة التي امتدت من عام 1967 حتى نصر أكتوبر 1973 رمضان، اضطرت القوات المسلحة إلى أن تستعير بعض الأماكن المدنية لتعسكر فيها القوات، وبالذات في الجبهة الشرقية كلها التي فيها الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس إلى آخره. ومن ضمن هذه الخطة في الانتشار للقوات المسلحة بتاخد مدارس، والمدارس بتعملها علشان تقيم فيها الايه القوات، والقوات في إقامتها تستلزم تعديلا في كيان المدرسة بإضافة أشياء وهدم أشياء واستبعاد أشياء، وقد فعلت. ولا يستطيع أحد، بل ولا يقبل أحد أن يراجعها في هذا، لأن المهمة مهمة وطنية قومية. فالمشير الجمصي رحمه الله وكان وزيرا للدفاع بعد حرب أكتوبر رمضان أمر بإخلاء كل هذه الأماكن المدنية، فأخليت المدرسة، مدرسة الزقازيق الثانوي أخليت. دخلوا المدرسين وبتاع التربية الرياضية وبتاع الأشغال والناظر والمدير، لقوا إنه في حاجات بتعترض الإيه النشاط المدرسي، بتعترض الحوش وبتعترض الملعب وبتعترض أشياء كثيرة جدا، والمدرسة لم تعد معدة لوظيفتها الأساسية وهي استقبال الطلاب وبذل الخدمات التي ينبغي أن تقدم إلى الطلاب. يعملوا ايه؟ في شوية حاجات معمولة بتعترض الملاعب هدموها وباعوها انقاض، واستخدموا ثمن الانقاض في تسوية الارض وتسوية الملاعب التي دمرت. فجاءت بقى واحد في الشرطة العسكرية فتك وقال ده استيلاء على مال القوات المسلحة،
وتبديد بقى الخدس بتاعها، واحيله الى نيابه عسكريه، ومن النيابه العسكريه الى المحكمه العسكريه العليا. وكان معي في الدعوه زملاء متعددون، فاتهم جميعا ما لم يفوتني. ليه؟ لاني اسعى، لاني افهم ان العلوم والمعارف كالاواني المستطرقه، اللي بتحصله هنا ممكن يسمع معاك هنا، وكل ما في جعبتك بيطلع، بالذات في المواقف التلقائيه التي يتعرض لها المحامي او المحاميه. ان لم يكن في الجعبه هذا الرصيد وهذا المحصول من المعارف، تبص تلاقوا في الازمه المحامي لا ما عنديش حاجه يقولها. فلان انا رغم ان انا يعني ميال اكتر للجنايه، الا اني اقرا ايضا في القانون المدني. فسمعت مني المحكمه والزملاء ما لم يسمعه احد قط. هدمت الدعوه من جدرها موضوعا واختصاصا، موضوعا واختصاصا. ايه هو بقى؟ عندنا في القانون المدني المصري مواد ما بعد 922 قواعد. القاعدة الأولى بتقيم قرينة، وإن كانت قابلة للإثبات العكس إلا أنها قرينة قائمة، أن كل ما على الأرض من بناء أو غراس فهو لصاحب الأرض. دي القرينة الأولى. وعلى مدعي العكس أن يثبته. ما في حاجة تانية. أن من أقام بناء أو غراسا في أرض غيره تؤول ملكية هذا الغراس والبناء إلى صاحب الأرض بالالتصاق، والأمر فيما يتصل بالتعويض بين الطرفين قائم على فرضين: إن كان الباني أو الغارس لم يستأذن من المالك فيتحمل الباني والغارس نفقات الهدم، ولا يأخذ شيئا من حصيلة الايه؟ التصرف في الأنقاض. أما إذا كان قد استأذن فيحق إذا لمن بنى أو غرس أن يستأذي من المالك ما صرح له بإقامته في الأرض من بناء أو غراس. ولأن القوات المسلحة لم تستأذن أحدا، لا وزارة التربية والتعليم ولا المدرسة ولا ناظر المدرسة ولا مدير المدرسة، وأقامت ما أقامت. إذن ما أقيم في المدرسة من بناء إنما هو للمدرسة بالالتصاق، وتلتزم القوات المسلحة بتعويض، لأنها لم تستأذن، بتعويض مالك هذه المدرسة عما يترتب على ما بنته من مصاريف تبذل لإزالة الإيه؟ الأنقاض، دون أن تطالب بقيمة التصرف في الأنقاض. هذا الدفاع دفاع كله في القانون المدني. وترتب عليه أولا انعدام اختصاص المحكمة العسكرية، لأنه مبنى اختصاص المحكمة العسكرية هو افتراض أن هذه الممتلكات للقوات المسلحة. أما وقد ثبت أنها ليست ممتلكات القوات المسلحة، يبقى لا وجه لاختصاص المحكمة العسكرية العليا ولا أي محكمة تخضع للقضاء العسكري. اثنين، أن الدعوة موضوعا فقط، لأنه تصرف الملك فيما يملك وفيما يحسن أن يدير فيه ملكه، ولم يستولي على شيء للقوات المسلحة. ممكن المحامي بعلمه في الفلك مثلا، بأطوار القمر واتجاهاته، ينسف شهادة زور إذا ادعي فيها أن الدنيا كانت منورة، وهو اعتنى بأن يبحث في الأجندة ليعرف مسار الخط أو التاريخ العربي في هذا الشهر، ويشوفوا هل كان في الأول ولا في الآخر ولا في النص، وحركة القمر كيما يستنتج من هذا القمر، كان بدر ولا محاق ولا في غير موجود.
هذه حجج كثيرة جدا تعرض للمحامي، عشان أنا بضرب لكم مثل إنه كل ما يباشر به المحامي فنون المحاماة هيسعفه ما لديه من معارف. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنتوا لغاية النهاردة وممكن نقول لغاية نهاية فترة التمرين مصرح لكم بالخطأ. ليه؟ لأن كنتوا ما زلتم في مرحلة أن كنتوا بتحصدوا الحصاد، ولكنكم بعد ذلك لن يكون مسموحا لكم بالخطأ، لا في رأي الغير ولا في رأيك الشخصي، لأنك أنت هتبقى مسؤول. لو أسأت الدفاع ربما ضيعت حياة موكلك. وعشان كده قالوا في كل المدونات الخاصة بالدفاع أن المحامي هو سيد الدعوة. تاني هقولها لكم، المحامي هو سيد الدعوة وليس قاضيا، بل وليس المتهم، لأن المتهم نفسه مقيد بأن يسير وراء دفاعه، والدفاع أو المحامي غير مقيد بما يراه المتهم. قد يحدث أن ينكر المتهم التهم فيسلم الدفاع بحصول الواقع. ليه؟ لأن الإنكار مثلا لن يجديه في إثبات الدفاع الشرعي، وبالتالي ولو كان الإنكار مثلا يعني كل أبوابه مغلقة يبقى حيؤدي إلى استفزاز المحكمة فتغلظ العقوبة. وقد يرى الدفاع أنه الأوفق لموكله أن يتحدث في أسباب الرأفة. ومن ضمن القصص التي صادفتني في الحياة أن كان لنا أستاذنا عظيم جدا دفعة سنة 1940 اسمه الأستاذ علي منصور، وكان حجة في المرافعات الجنائية، وكان صاحب صوت عذب وصاحب مكانة ضافية. فأنا كنت مرة يعني رايح أترافع في محكمة عسكرية عليا في مداخل طنطا، فحكت لي المحكمة في غرفة المداولة أنه جالهم علي بيه منصور الشهر اللي فات، فاستعدوا له دعوة متنيلة بنيلة والأدلة تقيلة وهيقول إيه، وقعدوا يستعرضوا يا ترى علي منصور هيقول إيه. فلقوا إنه ما فيش ولا مخرج لعلي منصور، في حاجة ما حسبوهاش. عبقرية علي منصور، إذ بعلي منصور يبدأ دفاعه فيقول: عجبي للمتهم، تأتي الأدلة في الدعوة قاطعة ويصمموا على الإنكار. وياخد من الحتة دي مدخل يترفع فيه ساعة ونص عن الحالة النفسية وعن أسباب الرأفة فينال مبتغاه. المحامي مقدم على المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة، لا تستطيع المحكمة أن تستجوب المتهم حتى لو قبل ذلك إلا بموافقة محامي. وليس فقط أن المحامي غير مقيد في خطته بما يراه المتهم. إذا نحن نحمل مسؤولية كبرى، نحمل أمانة عظيمة تحدث عنها القرآن الحكيم، فقال إنه سبحانه وتعالى قد عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في القسم اللي هتحلفوه فيه الأمانة، لأنه المحامي والمحامية حمال وحمالة أمانة. هذه الأمانة هي الدفاع عمن ترك مصيره معلقا بين يديك وبين يديك. عشان كده عاوز المحامي والمحامية بالمعتد بنفسه، وهذا الاعتداد لابد أن يكون ثمن أن يبذل حياته في سبيل زيادة معارفه وعلومه وخبراته وتجاربه وصقل موهبته. الموهبة إن لم تصقل تموت، الموهبة إن لم تقص يعني تصقل تموت. وعشان كده أحيانا الضربة على الكتابة بتحسن الكتابة،
والضرب على المرافعة المخلصة بتجعل المحامي أكثر توفيقا في المرافعة. المرافعة لها فنون، لها فنون، ما هياش مسألة كده طلع في الفضاء. واللي يعرف الايه ان المحاماة او المرافعة لها فنون يصح ان هو يرجع لكتاب الجاحظ في القرن الرابع الهجري، البيان والتبيين، نتكلم فيه بقى عن عيوب اللسان وعن اصول البيان وعن طبقات الصوت وعن وعن وعن. فاذا عز عليه البيان والتبيين يرجع لكتاب عبد الوارث عصر في فن الالقاء، لانه الالقاء كل حاجه لها نغمتها، كل حاجه لها شكلها. وقفتك قدام المحكمه لازم تبقى محسوبه، اذا كنت عاوز تقدم حافظه بتقرب النص، اذا كنت عاوز تطلب التاجيل او سماع شاهد تقرب المنص، اذا كنت عاوز تترافع وقف بعيد شويه. ليه؟ عشان توحي للقاضي انك محام سوف يترافع، لان معظم المحاكم في زمننا هذا لضيق الحال وازدحام القضايا وازدحام القاعات الجلسات بتتململ من سماع المرافعات. لو استسلم المحامي او المحاميه لهذا ما ادى واجبه. عاوز اوضحه لحضراتكم زي ما قال لكم الاستاذ حسين، انتم من النهارده ان شاء الله هتبداوا رحله جديده في حياتكم، تحرككم فيها اشواقكم الى المعرفه. هذه الاشواق هي التي سوف توفر لكم الخبره والمعلومات والمعارف، وتوفر لكم حسن الاداء وموهبه الاداء، وتقربكم من المحاماة التي تنتظر منكم أن تعودوا بها إلى الزمن الجميل. شكرا لكم. تبقى القسم هنقسمه يعني وقوفا لو سمحت. أنا لاحظت إن بعضنا من الآنسات ومن الأساتذة خلع، وأنا شايف، بس أنا عاوز أوضح لكل واحد خلع الكمامة إن هذا بيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، لأنه متفق على إنه الكمامة دي هي الواقي الوحيد الحقيقي من هذا الوباء، من هذه الجائحة. فنازع الكمامة خطر على نفسه وخطر على الآخرين، فلماذا نهمل هذا؟ يعني دي حاجة إحنا قررها الخبراء والأطباء لمصلحتنا، فعلينا أن نقضي على الوباء بهذا. نقسم اليمين، أقسم بالله العظيم. إيه ده؟ ما فين ده؟ إحنا عاوزين قسم من القلوب، ها؟ إيه؟ أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خلص التهاني. فاضل بقى أقول لكم على حاجة. اقعدوا. فاضل اقول لكم على حاجه، اللي دفع اقعدوا بس، اقعدوا اللي دفع يعني عند التقدم في سنه 21، فطبعا اللي دفعه منصرف الى 21، انما عاوز اقول لحضراتكم اللي دفع في عام 2020، انا اصدرت قرار الاسبوع الماضي بان يحتسب اشتراكا لعام 2021، وبالتالي مش هتدفعوا اي حاجه ان شاء الله، تستلموا الكرنيهات النهارده. خلص التهاني.